هو شيء مساء الخير لك صديقي وللاخوه اهلا المشاهدين وسهلا لقناتكم الكريمه. طبعا اذا الفيروس اذا ما تطور او ما عطى سلالات جديده، هذا ليس فيروس، هذا بجرثوم او بالعلم بنقول له او جرثومه او فطر. هذا فيروس، فالفيروس من طبيعته التطور، والتطور الى ما لا نهايه، هذا شيء طبيعي. فاللي حصل انه نحن حتى الان وقت ظهور فيروس الكورونا حتى الان في حوالي الف والافات التطورات الوراثيه اللي عم بصير بالفيروسات. هذا حسب ما فهمت السلالة الجديدة اللي ميزتها الخاصة انه انتشارها السريع. هلا انتشارها السريع هاي قامت انجلترا على اساس علم الرياضيات، يعني حسابات، يعني وليس على عمليات مخبرية. يعني اخذوا عينة من هالسلالة الجديدة فشافوها انه منتشرة اكثر ب70% من الفيروس القديم. هذا يعني انه هي عمليه رياضيه بحته وليست عمليه علميه، ولكن انا برايي الخاص انه هذه السلاله لم تؤثر على الانتيجين، يعني على المضاد. هذا يعني انه تتعالج بسهوله وما في مشكله في نفسه الفيروس. تطور نفسه انه هو تطور بروتين ضعيف جدا. يعني بحث تطور ازاي؟ يعني لما بخش الفيروس جسم الانسان هو فيه 30,000، يعني الفيروس فيه 30,000 كروموزوم وراثي او ار ان اي او دي ان اي. فلما بيحصل ترابط خطا بنسميه الطفره الوراثيه بتظهر سلاله جديده، يعني سلالات ظهرت من الكورونا حتى الان. والعلم بيقول كمان كل ما ظهرت، يعني كل ما كان الفيروس معدي اكثر بيكون انه القاعده العلميه بتكون اقل، يعني اقل خطوره. ماشي. يعني اللي حصل انه بيظهر كمان سلالات جديده في شرق اسيا انتهت انه كلها كان اعراض خفيفه. هاي بالنسبه، لكن ليش بريطانيا تصرفت هيك؟ انا عندي راي خاص، انا برايي الخاص انه الانظمه الاوروبيه لم تجهز نفسها للموج الثاني. يعني اذا بقارنها مع الصين وروسيا وكل الدول اللي نقول عندها انظمه نوعا ما فيها نظاميه، يعني روسيا عملت ايه؟ عملت حوالي 500,000 مكان في كل روسيا الاتحاديه جهز نفسها. بريطانيا والدول الاوروبيه ما عملوش حاجه، يعني نفس الاماكن المشفى اللي كانت عندهم نفسها هي، يعني خلال فتره الصيف اللي نحن بنسميها راحه من الفيروسات. الفيروسات بتكون خفيفه شويه، تنتقل بطريقه خفيفه شويه، تكون اعراضها خفيفه. كان المفروض النظام الانظمه الاوروبيه الصحيه تبني مشافي اكثر مثل ما حصل بالصين وروسيا. فما عملوش الحاجه دي. فده بريطانيا عملت حاجه زي دي عشان يعني حست انه الاماكن خلصت عندها فعايزه تتولد كارثه. فعملت انه السلاله الجديده بعديه اكثر وعملت اغلاق كامل. يعني تعرف انت الدول الاوروبيه متقدمه والديمقراطيه وحقوق الانسان وما هو عليه. هذا بحاله الجائحه الكل جدا سيء. يعني خلينا نقول مثال، من قضى على الجائحه بشكل نهائي؟ الصين، لانه نظامها شمولي والشعب يسمع الى الحكومه وقضوا على الفيروس بشكل نهائي. يعني تصور انت بشكل نهائي قضى لانه في نظام بين الدوله والشعب. عدم وجود الديمقراطيه في هذه الاحيان تاذي، يعني تاذي بتطور الجائحه اكثر. يا دكتور محمود هياخدوا كلام حضرتك ويقول لك بنتكلم على الديمقراطيه في ظرف صحي وان الدول الاوروبيه عشان عندها ديمقراطيه الامر بينتشر، يعني هياخدوا كلام حضرتك ويحرفوا هذا الكلام. ما يحرفوه، ما احنا بنقول كده. مين قضى على الفيروس؟ مش هي الصين؟ الصين عملت ايه؟ طب عملت ايه؟ النظام الشمولي، يعني ما فيش ديمقراطيه. كان في هناك يد حادة من الدولة على الشعب فانتهى الفيروس. في روسيا بيعملوا ايه؟ نوعا من الحاجات دي، ولكن الشعب مستمع نوعا ما. ولكن روسيا ما حتى الان ما فيش حظر بروسيا. ليه؟ عشان الحكومة الروسية بنت حوالي 500,000 مكان. حتى الان الموجود الاماكن في 20% خالية. هذا بيعني انه لسه نحن في جاهزين، الدكاترة جاهزين للمعالجة، بينما كنتش عندك اماكن. يعني مستحيل تجيب مريض بالكورونا حطه اي مشفى، بيعدي كل الاخرين. يعني اي مشفى بيقوم مشفى خاص، اماكن خاصه لهذه. طيب انقل كلام حضرتك للاستاذ خالد مصطفى من لندن. استاذ خالد، الدكتور محمود الافندي بيقول انه بريطانيا والدول الاوروبيه ما عملتش استعداد للموجه الثانيه وبالتالي حصل هذا الانتشار. هل راي حضرتك في هذا الكلام ايه؟ تماما، وده اللي اكده كيرت فيرمر زعيم حزب